السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. حلقة اليوم راح تكون عن المكمل الغذائي المسؤول عن زيادة الوزن، البروتين المسؤول عن زيادة الوزن، اسمه ترو ماس. راح أعطيكم بالضبط القيم الغذائية في ترو ماس وكيفية استخدامه ورأيي الشخصي اللي ممكن تأخذوه ممكن تخلوه على جنب. فعلى بركة الله نبدأ. ترو ماس طبعا بروتين مساعد في زيادة الوزن للناس اللي تعاني من مشاكل انه ما تقدر تزيد وزن. وطبعا ما تستخدم المكملات الغذائيه لتزيد الوزن لما تاكل اكثر من 3 وجبات في اليوم. يعني اجي واحد يقول انا اكل وجبتين في اليوم حاب اخذ بروتين زياده الوزن، ممكن يشتغل معاكم بنسبه 50%، لكن افضل تاكلوا اكل من 4 وجبات، ويعني ممكن 4 وجبات، 6 إلى 6 وجبات في اليوم تكون غنيه بالنشويات، الرز والمكرونه الى اخره. فالتروماس بروتين مسؤول عن زيادة الوزن، والتروماس يعطينا يا جماعة الخير ليه 3 سكوبات، سكوب اللي يجي مع العلبة، كل 3 سكوبات ركزوا 3 سكوبات، ما قلت سكوب واحد، لأنه في حلقة السيريس ماس واحد من الأخوان قال لي أنت معلوماتك غلط في الظاهر، ما انتبه إنه أنا قلت السكوب الواحد ما قلت سكوبين، فركز شوية. 3 سكوبات من المكمل الغذائي تروماس يعطونا 710 سعرة حرارية، جاي منهم 150 سعرة حرارية من الدهون، واحنا عارفين الجرام الواحد من الدهون يعطينا 9 سعرات حرارية، فبالتالي 150 سعرة حرارية قسمة 9 راح يعطينا 17، فبالتالي 3 سكوبات راح يعطونا 17 جرام دهون، راح يعطونا 130 ملي جرام كوليسترول، نسبة نوعا ما عالية. الصوديوم 300 ملي جرام نسبة عالية، لكن مثل ما قلت عشان تقلل تأثير الصوديوم ارفع البوتاسيوم، وهنا في 700 ملي جرام بوتاسيوم اذا ما في خوف من الصوديوم في المنتج، ويعطينا 90 جرام نشويات اللي هي الكربوهيدرات، ويعطينا 6 جرامات الياف، السكر 15 جرام سكر لكل 3 سكوبات، نسبة نوعا ما هي عالية، يعني اذا كنت انت بتاخذ سكوب ونص يعني توصل لك 7 جرامات سكر، فبالتالي 15 جرام سكر ل3 سكوبات ما هي نسبة مرة يعني تخوف. البروتين يعطينا 50 جرام بروتين لكل 3 سكوبات، إذا قسمناها 50 قسمة 3 يعني السكوب الواحد يعطيك 17 جرام بروتين، يعني يعتبر ولا شيء يعني. فثلاث سكوبات يعطوك 50 جرام بروتين، فإذا البروتين هنا ما هو عالي. ومثل ما قلت دائما أحيانا المكملات المسؤولة عن زيادة الوزن يهتموا بالكربوهيدرات أكثر من اهتمامهم للبروتين، لأن الكربوهيدرات هو المصدر الأساسي في زيادة الوزن. وأيضا يعطينا فيتامين A 0%، ما أدري 0% ليش حاطين 0%، حتى لو كانت نسبة بسيطة على الأقل حطوا رقم يعني. الكالسيوم 53% من احتياجك كل يوم للكالسيوم، والفيتامين C 0%، ما أدري ليش حاطين 0. الحديد 4% من احتياجك اليومي، ويعطينا المغنيسيوم 10% من احتياجه اليوم. هذا هو المكمل الغذائي اللي اسمه ترو ماس المسؤول عن زيادة الوزن. فنبدأ سريعة مرة ثانية أعيد، 710 جرامات سعرات حرارية، منها 150 سعرة حرارية جاية من الدهون، فبالتالي 150 قسمة 9 راح يعطينا 17 جرام دهون في 3 سكوبات، 130 جرام كوليسترول، 300 ملي جرام صوديوم، و 700 ملي جرام بوتاسيوم، و 90 جرام نشويات اللي هي كربوهيدرات، و 15 جرام سكر، 6 جرامات الياف، و 50 جرام بروتين. التروماس من خلال الارقام الموجوده ما اظن انه منتج قوي. يعني نرجع للسيريس ماس، سيريس ماس دائما وابدا الناس لما تسالني عن المكملات اللي تزيد الوزن
فانصح بالسيريس ماست انه نتائج قويه وفي ناس كثيره جدا حابه السيريس ماست وتقول انه يعطي نتائج قويه. المنتج هنا ترو ماس ماخذ 8.8 من 10 على موقع bodybuilding.com، اشهر المواقع المسؤوله عن منتجات مكملات غذائيه والناس تكتب ارائها، فماخذ 8.8 نسبه جدا عاليه، لكن من خلال الارقام احس انه سيريس ماس افضل. هذه حلقه اليوم عن المكمل الغذائي ترو ماس، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم ويا ريت دعمكم واشتراككم. يعطيكم الف عافيه والسلام.